أهلا بكم. البداية دائما حول آخر مستجدات وباء كورونا. في الوقت الذي تشهد فيه عدة دول حول العالم نوعا من القدرة على التعامل مع تفشي الوباء، لا تزال معظم دول العالم تحارب انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه يفتك بشكل خاص بالبرازيل أحدث بؤره الساخنة وأكثرها تضررا في أمريكا الجنوبية، حيث تجاوز عدد الوفيات 25 ألف حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة في يوم واحد. نتابع في هذه النشرة معكم آخر الأرقام حول وباء كورونا. عربيا، يواجه اليمن الظروف الأصعب في مجابهة الوباء، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اليمن أكثر دول العالم هشاشة في مواجهة فيروس كورونا، حيث يموت فيه أكثر من 17% من إجمالي المصابين، وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره. وسجل اليمن بحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا حتى مساء الخميس 278 إصابة بكورونا، بينها 57 حالة وفاة، فيما تعافت 11 حالة فقط. ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي سجلت 4 حالات فقط بينها وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي. المزيد في تقرير الزميل عبد العزيز بن عمر. نتابع. حرب دائرة، موتى في كل طرف، سواء بنيران الصراع المسلح أم بالأمراض الفتاكة والأوبئة، إنه الوضع الصحي والإنساني في اليمن. فمن الكوليرا إلى فيروس كورونا المستجد، يواجه اليمنيون المرض والموت والإهمال، إذ بدأ كوفيد-19 في حصد ضحاياه في اليمن منذ عدة أسابيع، حيث تسجل المصالح الصحية ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية، بالإضافة إلى ارتفاع مستمر أيضا في عدد الوفيات. عقد ذلك كله عدم توفر مراكز صحية وعلاجية لمواجهة الوباء القاتل. 278 حالة إصابة و57 حالة وفاة و11 حالة شفاء هي الأرقام التي استطاعت كشفها الجهات الحكومية وتلك التابعة للحوثيين وفرق الفحص والتشخيص التابعة للأمم المتحدة. لكن من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الأرقام أكبر بكثير مما هو معلن عنه، في حين طفت للسطح انتقادات حوثية لمنظمة الصحة العالمية متهمة إياها بإرسال محاليل غير كفأة ودقيقة في تشخيص حالات الإصابة بكورونا، مؤكدة أنها جهزت مراكز للعزل والعلاج في العاصمة صنعاء. أما في عدن فالوضع أسوأ، فقد أعلن بشأنها الأمين العام للأمم المتحدة
أنها تحمل أكبر نسبة وفيات في العالم، إذ يموت 17% من المصابين بالفيروس المستجد، مضيفا أن مؤتمرا للمانحين سيعقد قريبا لمساعدة اليمنيين على مواجهة الوباء. وبين سندان الفقر ونقص الإمكانات أو انعدامها ومطرقة الانتشار السريع لوباء كورونا المستجد، يحاول اليمنيون حماية حياتهم بأنفسهم وبما توفر لهم في صراع محموم وغير متكافئ من أجل البقاء. وأرحب بضيوفي في هذه الفقرة معي عبر سكايب من كندا الدكتور عبد القادر الجنيد الأكاديمي والناشط الحقوقي اليمني. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. نعم. ومن كارديف عبر سكايب الدكتور علي سيف رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. طيب أبدأ مع دكتور عبد القادر، برأيك لماذا ساءت الأمور في اليمن إلى هذه الدرجة؟ لازم الأمور تسوء في اليمن، ولازم الأمور تكون متوقع أنها تسوء. هناك 4 أركان ضرورية لمكافحة وباء فيروس كورونا. الركن الأول أقسام مكافحة الأمراض والأوبئة، هذا غير موجود في اليمن. الثاني المستشفيات وغرف العناية المركزة، اليمن ما فيهاش غرف عناية مركزة ولا في بها مستشفيات ممكن تستوعب الأعداد. الركن الثالث القيادة السياسية والقيادة الصحية. القيادة السياسية هي اللي تبوأت مركز الصدارة في الحديث يوميا وفي اتخاذ القرارات وفي مواجهة فيروس كورونا، وهذا غير موجود في اليمن. والقيادات الصحية اللي المفروض تأخذ المركز الثاني أو تتنافس على المركز الأول مع القيادة السياسية غير موجودة في اليمن، والذي موجود منها بيقول بيدافع عن التستر على الأرقام في صنعاء. الركن الرابع في مكافحة الوباء الناس. الناس في اليمن يموتون، الناس في اليمن يصابون ويخرجون إلى الأسواق ويعدون الآخرين ويتزاحمون ويتلاصقون ويصلون جماعة الجمعة والتراويح وفي رمضان وصلاة العيد وهم متلاصقون، ويذهبون إلى بالسيارة النقل العام المزدحمة ولا شيء تغير من حياتهم، ويمرضون ويموتون ولا أحد يدري عنهم شيئا. إذن الأربعة الأركان غير متوفرة، فكيف لا نتوقع أن يكون الوضع سيئا جدا؟ باقي طيب. شيء سأعود إليك دكتور، أرجو أن تبقى معي دكتور عبد القادر. سأعود إليك دكتور علي، يعني في كل دولة نتحدث عن إجراءات حكومية وعن وعي الشعوب ومدى التزام المواطنين بهذه الإجراءات الحكومية. في اليمن عن أي حكومة نتحدث؟ من المسؤول عن هذه الأوضاع؟ هل الحكومة الشرعية؟ هل التحالف العربي؟ هل الحوثي؟ أم المجلس الانتقالي في الجنوب؟ والله يا أخي أنا بتصوري أن كل مسؤول عن رعيته، يعني الحوثيون هم مسؤولون عن صنعاء وعن المناطق الذي يعني انقلبوا فيها، وأيضا بالنسبة للشرعية هي مسؤولية تامة عن المنطقة التي هي فيها، ودول التحالف هي تتحمل المسؤولية كاملة لأنها هي التي تسيطر على الأجواء وتحاصر البحار. ويعني حقيقة لم تقم حتى الآن ما عدا يعني إهداء القنابل وتدمير المدن والمنشآت والمستشفيات، لم تعمل شيء يذكر لليمنيين حتى الآن، وهذه حقيقة مأساة. وإذا سمحت لي أضيف عن ما قاله الدكتور أن هناك أساسيات أي شعب بحاجة لها حتى يقاوم الكورونا، أريد أن أضيف أيضا أن الشعب اليمني قبل جائحة كورونا كان في حاجة ماسة للماء، لا يعني لا يحصل اليمني على حتى يعني 20 لتر في السنة من الماء أو 30 لتر، وهذه ليس مبالغة، يعني نتكلم حقيقة مأساة يعني غير مسبوقة لأي شعب. الشعب اليمني ليس له أي مدخرات، فأصبح يعني ماليا يعني في الحضيض، يعني
يعني متدهور جدا. الناس الآن لا يستطيعوا أن يشتروا الحاجات المطلوبة، مثلا المطهرات، الكمامات، يعني قفازات الأيدي، الصوابين، الأشياء هذه اللي هي ضرورية لا توجد في الأسواق للأسف، ومختفية ومعدومة. وكان هناك حقيقة مسؤولية أخلاقية على دول التحالف التي هي متخمة بالأموال، ويعني كان عليها أن تسعف اليمن واليمنيين ببعض المواد الطبية لكنها لم تفعل، وكان عليها أن تعيد بناء المستشفيات التي دمرت وتعمل مستشفيات جديدة لكنها لم تفعل، لأن كل غايتها وهدفها هو التدمير أخي الكريم. وهذه حقيقة يعني كارثة غير مسبوقة، والعالم في صمت عن ما يحصل في اليمن للأسف الشديد أخي الكريم. طيب أعود لدكتور عبد القادر مرة أخرى. دكتور، تحدثت عن 4 نقاط، ولكن ألا يجب أن تتولى سلطة ما تنفيذ هذه الإجراءات 4؟ ألا يفترض أن تكون هناك حكومة أو وزارة صحة ترشد المواطنين، تتخذ إجراءات بإغلاق تام أو بحظر تجول أو بمنع الاختلاط أو بتباعد اجتماعي؟ يعني كيف يمكن اتخاذ إجراءات في ظل هذا التشرذم الكبير في المشهد اليمني؟ لا يمكن، الإجابة لا يمكن. البلد ضائعة، والبلد قد وقعت في ورطة كبيرة. البلد لم تعد حرب بين جهة وجهة، داخل البلد في عدة حروب وعدة انقلابات وعدة كانتونات، وعلى المستوى الإقليمي بيتحور بالتدريج إلى وضع مريع من الحروب بالنيابة، وقوى من الخارج بتسلح وبتجيب صواريخ وبتجيب درونات وبتجيب ألغام وبتجيب، هذه قوى مزقت البلد تماما. والبلد هي أصلا متنوعة، المفروض أن التنوع هذا يكون مفيد، هو التنوع موجود في كل المجتمعات، لكن في قوى لعبت وعبثت بالتنوع اليمني وشردمته تماما، وجعلته جاهزا لأن ينطلق ويفتك كل تنوع بالتنوع الذي يقف أمامه. طيب، عندما نتحدث عن هذا التشرذم، عن هذه البلد التي وقعت كما تفضلت، كنا منذ شهر أو شهر ونصف تقريبا نتحدث عن اليمن التي بها عدد حالات يمكن أن نعده على أصابع اليد. يعني برأيك كيف تفشى الوباء؟ من أين جاء هذا الوباء؟ وكيف انتشر في اليمن بهذا الشكل؟ لازم يتفشى الوباء. كل مكان في قوانين ما فيش مفر منها بالنسبة لفيروس كورونا. فيروس كورونا سيصل إلى كل مكان، هذه ما فيش مجال للجدال فيه بها. في النهاية سيستمر حوالي 3 سنين. في النهاية كل واحد لابد أن يذوق كورونا إلا إذا جاء اللقاح وجاءت العلاجات للتخفيف من ضربة كورونا. بعد كذا أنت تريد أن تخصص الكلام عن اليمن. لا أحد، يعني الحالة صفر، مستحيل أن تعرفها في اليمن. هذا شغل البلاد المحترمة وشغل التسلسل الجيني للفيروس وشغل الجين هذا حق الفيروس الفلاني أجا من فين، هذا شغل تكنيكال في تقنيات عالية. إذا ما فيش حد في اليمن بيجاوب لك على هذا الجزء أو هذه الجزئية من السؤال، ولا ويمكن حتى ولا في معظم العالم العربي. بعد كذا للمهم، في الجزء المهم في سؤالك، لازم ينتشر. هذا بلد بيتزاحموا، بيتلاصقوا، ما بيحترزوش، ما بيجلسوش في البيوت، بيجروا بعض أرزاقهم، وبعضهم حتى بينكر. فيعني لازم كمان حاجة مهمة جدا للإكمال الإشباع السؤال حقك، إنه أن تعتبر الموجود اللي بيعلن الأرقام اللي ذكرتوها من الوفيات والإصابات والتناسب الغير مقبول أو المخيف أو المرعب للنسبة ما بين الوفيات وعدد الإصابات، اعتبره أنه زي قمة الجبل الجليد العائم، أنت ترى بس شيء قليل جدا،
تحته العمق والعرض وكل الدايمنشنز وكل الاتجاهات أكبر بكثير مما يبدو. نعم. أنت ذكرت أرقام وفية، خذها مني إنه الأرقام الصحيحة أضعاف هذا 10 مرات، وإذا عملت المتواليات الإكسبوننشال، المتواليات العددية اللي على أساسها بيحسبوا العلاقة ما بين الأرقام وما بين الإصابات وما بين تفشي الوباء، ستستنتج بسهولة للغاية أن الحجم ما هو تحت السطح أكبر بكبير مما يبدو، وحتى الذي يبدو لا يعلن. طيب، بالحديث عن إخفاء بعض الأرقام دكتور، دعني أعود للدكتور علي سيف مرة أخرى. دكتور علي، هناك اتهامات واضحة ومباشرة للحوثيين أنهم يخفون أرقام الإصابات، يخفون أرقام الوفيات، إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع ما يقال بحق الحوثيين، وكيف يتم اكتشاف الأرقام الحقيقية؟ أخي الكريم، نحن لدينا معلومات من بعض المصادر الطبية في صنعاء، ومنها ثقة وقريبة منا، أن يعني أعتقد أن صنعاء حاليا الموتى يعني فيها يوميا يفوق 80. في عدن أخي هي الكارثة الحقيقية، لأنه أكثر من حاليا أكثر من 140 شخص. إذا أنت عندك 80 في صنعاء و 140 شخص في عدن، هذا 220. إضافة أنا أعتقد أنه حاليا يعني حوالي 10 كل يوم في تعز لأسباب يعني معينة، لكن سيزيد هذا حتما. هناك أيضا في الحديدة، فأنا أعتقد بتصوري أنه كل يوم توقعاتي أنه ما بين 250 إلى 300 شخص يموتون من الكورونا حاليا في اليمن، لكن لا يتم الإعلان عنها، وهذه حقيقة مأساة وكارثة كبيرة. أخي الكريم، دعني أيضا أوضح شيء مهم جدا في هذا الجانب، أضيف أيضا إلى ما ذكره الدكتور الجنيد. ومن الناحية الاقتصادية أخي الكريم، وكما ذكرت، في عدم اللامبالاة من الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، وعدم اللامبالاة من الحوثيين، وعدم اللامبالاة من دول التحالف ومن العالم أجمع، في الوضع يزداد سوء بسبب بسيط جدا أخي. مثلا أعطيك مثلا، هنا في بريطانيا حيث نحن، عندما تقول الحكومة للمواطن اجلس بالبيت، توفر له يعني من الدخل ومن الرعاية ما هو يعني ما يعطيه يعني حافز أنه يعني يجلس في البيت ليحفظ يعني صحته ويكون آمنا على نفسه وأسرته. لكن في اليمن وفي هذا الوضع الاقتصادي وفي عدم وجود يعني مدخرات لدى الشعب اليمني، كيف يجلس في البيت أخي؟ من أين يأتي برزقه ورزق أولاده؟ يعني هل يخير إما أن يموت جوع أو أن يموت من يعني من الكورونا؟ هذا حقيقة الذي يحصل على الشعب اليمني يعني ظلم غير مسبوق. وأنا حقيقة أناشد الآن، يعني أنا لا أريد أن أناشد دول الخليج، لأنه ليس منها، يعني ربما لو تكرمت قطر، الجزائر، يعني هذه الدول التي لديها بعض النفط، عمان، نعم، هذه الدول يجب أن تعمل كونسورتيوم وتجمع وتعمل خطة. شكرا جزيلا لك دكتور علي سيف، رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات، كنت ضيفي عبر سكايب من كارديف. كما أشكر ضيفي عبر سكايب من كندا الدكتور عبد القادر الجنيد، الأكاديمي والناشط الحقوقي اليمني، شكرا جزيلا لكما.